أعطيتهم المجد الذي أعطيته. يا سيدنا، الآية المشهورة في الإنجيل بتاع الأحد السادس: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فهنا هو الضيق، يعني إلى أي شيء الإنسان يحتمل الضيق أو لا يرفض الضيق. يمكن القديس أغسطينوس بيقول: قول الذي يرفض أن يتحمل الضيق لا ينجيه عدم صبره من الضيقات التي تحل به. يعني رفض الضيق لن يخرج الإنسان من دائرة الضيق، لأن الضيق واقع. ده يقول بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات، فالضيق موجود موجود. رفضك ليه لن يمنع وجوده، لكن قبوله والانتصار عليه هو ده الحل. فده قبول الضيقة، المفروض الإنسان يقبل الضيقة. ومن يهرب من الضيقة يهرب من الله، لأن النصر على الله، لكن يواجهه وينتصر. فنقبل الضيقة. طب في